غرامات مالية تصل إلى 2500 دينار ضد كل راجل لا يحترم الإشارات الضوئية للمارة أو يخالف القواعد المنظمة لسير الراجلين كاستعمال الممرات المحمية، هي من بين العقوبات الجديدة التي تضمنها قانون السلامة المرورية الجديد. دي بتكون تسوق تعس فيك الخارج حتى تسيب بيطان عند البارشوك تاعك، دي فوا تدري طفل صغير، دي فوا طفلة، ما عندك ما تقدر ما تقول والو لو كان تقيسه هو فوتيف وانا مباصي. القانون الجديد وان تضمن تشديد العقوبات بالنسبه للراجلين الا ان مشكله تطبيق هكذا اجراءات يطرح نفسه في ظل غياب شبه تام للثقافه المروريه لدى الراجلين. مثل هذه المخالفات في حاله وجود يعني ممرات بالنسبه للراجلين، هناك مخالفات في حق الراجلين باعتبارهم يتسببوا ب 30% في وقوع حوادث المرور. لذلك مثل هذه القوانين رغم انه صعيب باش نطبقوها على لانه تقريبا الا كان ما تقدرش تطبق لانه القانون حتى اللي فات فيه قوانين ولكن لم يتم تطبيقها. هذا وسيجد المواطن نفسه امام عقوبات مشدده ورفع للغرامات على المخالفات المصنفه من الدرجه الاولى الى الدرجه الرابعه، ستتراوح حسب القانون الجديد ما بين 2000 دينار الى 5000 دينار.